الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خالق الكون بما فيه وجامع الناس فيه لا ريب فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه. ايها الاخوه الفضلاء، ايتها الاخوات الفضليات، احييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام، فاقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني متتبعي صفحه الجمعيه الدينيه لمسجد النور علي ويحى بلديه بوزينه دائره بوزينه ولايه باتنا، اخوكم العبد الضعيف عبد العزيز بوزناق امام المسجد، اشتقت اليكم والى لقائكم احبابي جراء تعليقي الجمع والجماعات، ومع هذا الشوق والحنين إليكم ارتعيت أن ألخص لكم بعض النصائح والتوجيهات علها تكون عوضا لنا بعض الشيء على ما فقدناه من لقاء بيننا، وعلها تكون جبرا لخواطرنا وزرها للآمال في قلوبنا ونفوسنا. والله نسأل أن ينفعنا بها وأن تكون كلماتي صالحة بما أعدت له. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، ومع تعليق الجمع والجماعات، هذا الأمر لا يثنينا عن دين الله في شيء، بل إننا نزداد حبا لله عز وجل ولبيوته، ونزداد تعلقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية مسلم: ورجل قلبه متعلق بالمساجد. اليوم كم وجلت من قلوب وذرفت من عيون، ولسان واحد منا يقول إزاء هذا الوضع المزري، لسان واحد منا يقول: يا بيت الله لم نهجرك من ملل، لكن قدر نرضى به قدرا. كم كين لنواحيك للعباد قد ذرفت، دموع حب على ثوب على ندم، والناس لاهجة لله داعية، والعين ذارفة والله الكرم. هذه الأزمة أيها الأحباب سوف تمر بإذن الله تعالى، والأزمة تلد الهمة كما يقال، ونسأل الله عز وجل أن لا تطول. نحن أمة الفأل والتفاؤل والأمل، نحن أمة الاستبشار. المسلم من شأنه ألا يمر به حدث من الأحداث كهذا الحدث الجلل، إغلاق المساجد وإيقاف الجمع والجماعات لأجل تفشي هذا الوباء الخطير كورونا. علينا أن نأخذ من هذا الموقف العبرة والعظة، ولا نقف عند الحدث والقصة. هناك وقفات ارتعيت أن نقفها معكم. الوقفة الأولى: علاقة المسلم بالمسجد كعلاقة الجسد أو كعلاقة الروح بالجسد. إذا خرج المسلم من المسجد أو توقف عن اعتياد المسجد فكأنما خرجت روحه من جسده. المسلم هو كالسمكة، هو كالسمكة في البحر، أو هو إذا قرناه باعتياده للمسجد نجده كالسمكة في البحر. نعم، ومع هذا الجرح العميق الذي هو في قلوبنا، إلا أننا لا نيأس ولا نقنط، بل نزرع الأمل، بل نزرع الاستبشار في قلوب بعضنا البعض. إننا أمة التفاؤل والأمل. الله عز وجل، أيها الإخوة، يا من تعتادون المساجد، يا من تعلقت قلوبكم ببيوت الله تعالى، اعلموا أن الله لن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم أجوركم، فأجوركم كاملة على كل صلاة كنتم تصلونها في بيوت الله تعالى. سيعطيكم الله عز وجل
27 درجة بكل صلاة. روى البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت أخي المؤمن، أخي المصلي، أجرك كامل لا ينقص منه شيء بإذن الله تعالى، وأنت تصلي في بيتك لهذا العذر القاهر. الوقفة الثانية: إذا توقفت وعلقت الجماعة في المساجد فإنها لن تتوقف في البيوت. ليس معنى هذا أننا قطعنا صلتنا بالله، حاشا لله، فهذه فرصتك، مع أن الله أعطاك أجرا كاملا، فرصة وغنيمة أخرى لا تدعها تمر بين يديك، لا تدعها تنفلت منك، اغتنمها، لا تفوتها على نفسك. اجمع أهلك في بيتك وصل مع زوجتك وأولادك، امتثل قول ربك وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، صل به الإمام في بيتك، علمهم الصلاة على وقتها، علمهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال: الصلاة على وقتها. ولا بأس بأن تجلس مع أهلك وأولادك بعض الدقائق بعد الصلاة لتقرأ عليهم شيئا من القرآن، لتقرأ عليهم شيئا من الكتب الدينية، أو تسمعهم حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أو تعلمهم الاستغفار أو التضرع إلى الله عز وجل، خصوصا عند نزول البلاء. فإذا قال المؤذن صلوا في البيوت لزمنا البيوت، هذا فعل الصالحين. سيكشف ذا الوباء إن شاء ربي، سيكشف ذا الوباء إن شاء ربي، ولكن لا تكونوا قانطين. الوقفة الثالثة: هذا الحدث كبير، هذا الأمر جلل، والله عز وجل ما أرسل هذا الوباء إلا ليذكرنا بقدرته تعالى، إلا ليذكرنا بأن أمره بين الكاف والنون، فما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله حالا من حال. وربنا عز وجل غني عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين منا، ولا تضره معصية العاصين منا. يقول جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ويقول أيضا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله عز وجل في طرفة عين يستطيع أن يبدل ويغير وجه هذه الدنيا، والله عز وجل ما أرسل علينا هذا البلاء إلا ليسمع دعاءنا وليرى الضراعة منا. والأمر يا إخواني لا يحتمل الاستهزاء والاستهتار ولا السخرية ولا التنكيد كما يفعل البعض منا من إخواننا سامحهم الله وأصلحهم الله. كثير منا وكثير من الناس يعتقدون أن هذا الوباء بعيد بعيد عنهم، فإذا هو في عقر ديارهم. الأمر يحتاج منا إلى أن نرفع كف الضراعة والاستغفار والدعاء لله عز وجل. علينا أن نظهر فقرنا وحاجتنا، وأن نظهر ذلنا وانكسارنا بين يدي الله تعالى، وأن نبكي لله سبحانه حتى يرفع عنا هذا البلاء وهذا الضنك وهذا الحرج. والأمم كلها بتقنياتها وعلومها ومخابرها وبحوثها وبرامجها وما وصلت إليه من العلم الحديث والتكنولوجيا لن تستطيع إلى اليوم أن تقف في وجه هذا الفيروس الذي لم يرى إلى الآن بالعين المجرد. وربنا عز وجل يقول لنا في قرآنه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال:
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الأمر أيها الفضلاء يحتاج منا إلى تصفية الأجواء بيننا وبين خالقنا سبحانه، اللي ما يصليش يصلي، اللي هو عن المعاصي ينبذ ويترك المعاصي وليعد إلى الله عز وجل وليصطلح مع الله عز وجل. علينا أن نصفي الأجواء مع بعضنا البعض، علينا أن نتحلل من مظالم بعضنا البعض، وليسامح بعضنا البعض، ونكثر من الاستغفار، ونحن موقنون أن الله سيرفع عنا هذا البلاء، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا نيأس ولا نقلق من فضل الله وسعة فضله ورحمته، ولنستحضر عظمة الله وقوته، وأن أمره بين الكاف والنون، فالله أكبر من أي شيء، الله أكبر من أي شيء، الله أكبر من الطاعون، الله أكبر من هذا الفلوس، الله أكبر من الكورونا وغيرها، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. فإذا ما قال الناس بأن الكورونا انتشر فقولوا إنه كل شيء بقدر، فإذا قالوا إنه وباء خطير فقولوا إن ربي على كل شيء قدير، فإذا قال الناس كيف بالمساجد أغلقت فقولوا سنظل لله ساجدين في كل وقت وحين، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. فإذا قيل ما العمل قولوا كل شيء عند الله بأجل، فإذا قالوا وما الدواء قولوا عليكم بالاستغفار والدعاء. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، ونحن نعيش زمن هذا الفيروس، صرنا نشك بأيدينا فنغسلها كأنها أصبحت كرها تعادينا، وصار من كان بالأشواق نحضنه يفر منا ولا يلم بوادنا. كورونا أحبائي ألزمتنا بيوتنا، فهل نغتنمنا هذه الفرصة لنجتمع بأسرنا، لنقرب أبناءنا، لنعلمهم ديننا؟ فهيا لنفر إلى الله، لنتقرب إلى الله، ولنصطلح مع الله، لنكثر من الاستغفار والتوبة والندم، لنسجد لله سجدة خاشعة، لنتلو تلاوة متدبرة، لنتصدق بشيء من أموالنا قلت الصدقة أو كثرت، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، لا تنزعج إذا قيل لك اغسل يديك مرارا وتكرارا بالماء والصابون وبالمطهر الكحولي، فهذا لمصلحتك وحفاظا على صحتك وحفاظا على نفسك، فالطهارة والنظافة تقضي تماما على الفيروسات التي تكون على يديك. وسيحبك ربك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعليك أخي وعليك أختي بتغطية الفم والأنف عند السعال وعند العطس بمنديل ورقي أو ثني المرفق، وهذا يمنع من انتشار الجراثيم والفيروسات، وهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة وهو القدوة، أسوتنا في كل شيء، فعلى أقواله تقاس الأقوال وعلى أفعاله تجزى الأفعال. تجنب الاقتراب كثيرا من الناس، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، وتابع المستجدات، واتبع نصائح مقدم الرعاية الصحية وأهل الاختصاص بشأن أساليب حماية نفسك والآخرين من الإصابة بعدوى الكورونا هذا. لا تنزعج إذا قيل لك ضعي الكمامة على أنفك وفمك، لا تنزعج إذا ذكرت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ومع تقديم هذه الأسباب الوقائية والعلاجية، ينبغي علينا ألا نغفل عن جانب الافتقار إلى الله عز وجل وإظهار فقرنا وحاجتنا ومسكنتنا إليه سبحانه، فندعوه تضرعا وخيفا،
ندعوه ونستغفره ونتوب إليه دون أن ننسى الأمل في موعود الله تعالى والاستبشار بخيره وفضله. فنحن أمة الأمل والتفاؤل لا أمة اليأس والقنوط. نحن بعثنا مبشرين لا منفرين، ويسرين لا مؤسرين. علينا أن لا نفزع الناس ولا نخوف الناس. فمن لم يستطع فعل الخير منا عليه أن يمسك عن الناس شرا. فمهما رأينا الحركة كأنها شلت، والمتاجر وأماكن التجمعات العامة أفرغت، والمساجد ودور العبادة أغلقت، ومع هذا كله فنحن على أمل وحسن الظن بربنا أن هذا الضنك سينجلي سريعا سريعا، كما تنجلي السحب والغيوم المتلبدة في السماء ويعقبها الصفاء بإذن الله جل وعلا. علينا أن نأخذ من القضية العبرة ولا نقف عند الحدث والقصة. علينا بالتوبة والندم من ذنوبنا التي كنا نفعلها قبل هذا الوباء، قبل وباء كورونا، وأن لا نعود إليها بعد انجلاء كورونا، ونصفي الأجواء بيننا وبين خالقنا وبيننا وبين بعضنا البعض. دون أن أنسى إخواني أن أسدي بعض النصح والتوجيه لإخواني التجار المبتكرين. أقول لهم إنكم يا تجار بهذه التصرفات تجلبون اللعنة لأنفسكم. المحتكر ملعون كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان من الأولى عليكم إخوان التجار أن تطمئنوا إخوانكم المستهلكين، وتقولوا لهم بأن هذه المواد الاستهلاكية متوفرة في بلادنا، هذه المواد التي تتهافتون عليها من السميد والحليب والزيت وغيرها هي متوفرة في بلادنا، وأنها من صنع جزائري، فلا تخافوا الندرة ولا تخافوا القلة. فإذا بكم أيها التجار تحتكرون لأجل رفع أسعارها ولأجل التضييق على إخوانكم وقت الشدة والنوازل، وهذا لا يجوز لكم، لا يجوز لكم بحال من الأحوال، وهذا يسبب اختلال موازين السوق واختلال موازين البيع والشراء. والتاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلتتحلوا بروح القناعة والرضا بما قسم الله لكم من رزق إذا أردتم أن تكونوا من أغنى الناس. وانبذوا الأنانية، انبذوا حب الذات والأثر والشره والطمع والجشع، يكلعكم ربكم برحمته وعنايته خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة. والنجر إلى الله بالدعاء والاستغفار، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقولوا معي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء. اللهم لا تطل علينا فراق مساجدك يا رب العالمين، واشف المصابين منا، وافتح اللهم المساجد للمصلين عاجلا غير آجل، وأمنا يا ربنا من كل سوء، وردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وعافنا اللهم في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا يا ذا الجلال والإكرام، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين، والحمد لله رب العالمين.